خاصة في السباحة، بطل عالمي، بطل أولمبي. Voilà, on va vous distribuer quelques cadeaux. Inch'Allah, Yajakoub. Merci pour Tunisie Télécom. Elle est là maintenant, elle a organisé cet événement-là. فريق الأطفال سويس قمر منذ تأسيسها سنة 1983 وبدأت النشاط نتاعها واستقبال الأطفال سنة 1984. توا عند عدد كبير من الأطفال اللي عاشوا لهنا وترباوا لهنا، وكانت بالنسبة لهم سويس قمر بالنسبة لهم العائلة نتاعهم اللي يرجعوا لها، واللي فهمتني كل مرة يعني يرجعوا للعائلة هذه، يرجعوا لأمهاتهم اللي رباتهم، وهي اللي كانت يعني سبب باش نشأتهم نشأة سليمة ونشأة باهية اللي خلتهم معناها يندمجوا في المجتمع. توا عندنا 89 طفل في القرية، قادرين باش نستقبلوا 92 طفل. دونك توا عندنا 3 بلايص إن شاء الله باش نقبلوا في سنة 2014 3 أطفال جدد. هذا معناها المساهمة متاع القرية في تربية النشء السليم اللي كان ربما يمشي للانحراف والضياع في قرية الأطفال سويس قمرت. يلقى العناية، يلقى أم تربيه، يلقى منزل يحضنه، يلقى إخوة يتعايش معهم ويعيش معهم، يلقى إطار تربوي اللي يفيده واللي يعاونه واللي يقف معاه واللي يوجهه واللي يصلح له الأخطاء متاعه واللي يعاونه في الدراسة متاعه. الحقيقة كأي مؤسسة نعيش بعض الصعوبات المالية، كتعرف يعني الحالة الاقتصادية العالمية، احنا مرتبطين بالجمعية العالمية اللي تمول فينا في جزء هام من مواردنا، النفقات متاعكم من النفقات متاع القرية،
بطبيعة الحال زادة عنا جزء كبير زادة من التمويل يكون من داخل تونس، وبرشا شركات تقف معنا وتعاون فينا، منهم شركة نيوزي تيليكوم اللي اليوم حبت تشاركنا فرحتنا في الاحتفال بثلاثينية القرية. البارح عملنا احتفال كبير في الثلاثينية، وخيروا أنهم اليوم يجوا بحذانا ويساندونا ويساندوا الأطفال متاعنا، وصحبوا معاهم البطل العالم أسامة الملولي اللي الحقيقة فرحوا برشا صغيرات كي شافوه، وفرحوا برشا كي صوروا معاه وخذوا من عنده كلمة اللي شجعتهم وفسرت لهم أنه الطريق للنجاح هو العمل ولا شيء غير العمل. اليوم حسيت من كلامك اللي القرية محتاجة لفتة جدية من بعض أطراف، خاصة المجتمع المدني أو الحكومة عندها نفقاتها ثقيلة، محتاجة العون من الحكومة أو من المجتمع المدني أكثر من ده. قرية الأطفال سويس جمرت كما قلت هي تنتمي للجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس، اللي هي في حقيقة الأمر معناها الجمعية هي تساند العمل الحكومي أكثر منه، تطالب الحكومة باش تقدم لها المعونة. يعني نحن نساندوا العمل نتاعها معناها بتربية الأطفال التونسيين، هما في نعرفوا اللي الحكومة تربي في الأطفال، فما وزارة المرأة عندها المراكز المندمجة اللي تربي فيهم الأطفال، وهذه مساهمة متاع الجمعية التونسية لقرى الأطفال باش تعاون. لكن في نفس الوقت نتمناه أنه يفهم المجتمع المدني من جمعيات أخرى ومن اللي تنجم تعاوننا في التربية، الجمعيات الرياضية اللي تنجم تعاوننا في تأطير الأطفال في البرامج الرياضية، الجمعيات الثقافية معناتها يعاونوهم باش يدخلوا في أنشطة رياضية، جمعيات ثقافية باش يعاونونا في استقبال أطفالنا في الأنشطة الثقافية، وهذا يزيد في تنمية الموارد الذهنية ويزيد في تنمية المدارك الذهنية للطفل. What?